مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والعسكرية المرتبطة بالحرب الأوكرانية، اتجهت الأنظار إلى سلاح روسي جديد يعرف بKH-69 يهدد البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. نشر موسكو لصاروخ كروز الجديد دون سرعة الصوت أثار المخاوف، فعلى الرغم من أن هذا الصاروخ لا يتمتع بنفس سرعة الصاروخ الباليستي كنجال، إلا أن تأثيره وأضراره على البنية التحتية في أوكرانيا قد تكون أكثر خطورة، وفقاً لتقرير من معهد دراسات الحرب ISW. واستخدم صاروخ KH-69 مرات قليلة العام الماضي، إلا أنه نشر بشكل أكبر مؤخراً، وبحسب التقرير استخدم الصاروخ بنجاح في ضربات أثرت على محطة توليد الطاقة الحرارية في كييف. بحسب المحللين، يعتبر استخدام هذا الصاروخ خياراً سيئاً بالنسبة لأوكرانيا، حيث يمكن للقوات الروسية إطلاقه بدقة من مسافة تصل إلى أكثر من 200 ميل، وبالإضافة إلى ذلك يمكن إطلاقه من طائرات تكتيكية مثل سيخوي 34، ما يزيد من قدرتها على الوصول إلى الأهداف بدقة. ورداً على تطوير روسيا لأسلحة كهذه، أشارت التقارير إلى أنه من المحتمل أن تكون أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية قادرة على اعتراضها.